السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نخرجوا البي جي سي دي ونقوموا باختزال كسر اعتمادا على الاله الحاسبه. هذا الشيء اللي نقوموا به ماشي من اجل الحل، وانما من اجل التاكد من الحل. ما نعتمدوش عليه كحل، اكثر الشهاده ما يقبلوناش الحل باستعمال الاله الحاسبه، لكن يساعدنا هذا استعمال الاله الحاسبه في التاكد باش نعرفوا حي الا عندي صحيح في الشهاده، يتعذر عليا الامر باش نعرف اذا كان عندي صحيح ولا لا. معناتها اعتمادا على الاله الحاسبه نتاكد اذا كان عن الحل الشيء اللي قمت به صحيح ولا لا اعتمادا على الاله الحاسبه. هذا البي جي سي دي باش نخرج البي جي سي دي ونختزل، نستعمل هذا الزر اللي تشوفوه هنا. هذا الزر هو اللي نستعمله، هذا هو زر الاله الحاسبه اللي نستعملوه، هو موجود هنا. لاحظ معايا، هذا هو الزر اللي نعتمدو عليه. هاك تلاحظوا معايا هنا، هو موجود بالآلة الحاسبة العادية، ماشي الجرافيك، الآلة الحاسبة اللي عندكم كلكم تقريبا، ماشي الآلة الحاسبة الأخرى هذيك الصغيرة، هذيك ما تعتمدوش عليها بزاف. هذه هي أحسن آلة حاسبة اللي تعتمدوا عليها ومسموح بها في الشهادة، ماشي كما الكازيو بعض الأحيان يكون فيها بعض المشكل، خاصة انها تحسب الكسور وتخرج تقوم بالحين بعض الحسابات اللي مخصصة، معناتها بعض الاحيان يمنعوها. معناتها هذه احسن، ما فيها حتى مشكل، ما يغبنوك، ما يرفدوها لك، ما يحاولوا ما ترتابك، ما والو. نروحوا نبداو على بركة الله. فيما يخص نبداو باختزال كسر، اختار عندنا حالات، ما عندناش غير حالة واحدة في الآلة الحاسبة، عندنا ثلاثة الحالات تقدر تصادفكم. هاد ثلاث حالات بكلها بثلاثة نحاول نعطيكم الحالات الثلاث. لاحظ معايا، نمشيو للحالة الأولى. وكان يعني أولا بالنسبة هاد الزر، كي ضغطت عليه هاد الزر هذا، كي ضغطت عليه يظهر لك في الآلة الحاسبة هاد الزاوية القائمة، هاد القسمة كلي قسمة إقليدي، هادي تظهر لك في الآلة الحاسبة. كي تضغط على هاد الزر تظهر لك هاد العلم هادي اللي راها موجودة هنا. هادي تلاحظو كمثال، كنمشي نخدم أول كسر، نخدم الحالة الأولى. كمثال كنحط الكسر الأول اللي هو 48 على 12. في هذه الحالة تقوم واش تعمل هذا، تضغط على 48، تكتب 48 بالآلة الحاسبة، تكتب الربعة أو الثمانية، أو من بعد تضغط على هذاك أ ب على C، تكتب لك هذه، أو تكتب من بعدها 12. من بعد تضغط على تساوي، كي تضغط على تساوي تظهر لك هنا 4. كي يظهر لي رقم واحد، كي يظهر لي غير عدد واحد، 4 ولا 15 ولا ما كانش رقم، يظهر لي هذا الشكل، معناتها هذه تساوي 4 على 1، وكأنما اختزلنا هذا الكسر، قسمناه اللي في الأعلى قسمناه على 12، وفي الأسفل حتى هي قسمناها على 12. كي نختزل 48 قسمة 12 تعطينا 4، 12 قسمة 12 تعطينا 1. هنا درو قلنا بلي اختزلنا الكسر. هذا الشيء اللي نقوموا به كيقولوا لنا كمثال، يقولوا لنا في السؤال اكتب الكسر 48 على 12 على شكل كسر غير قابل للاختزال. معناتها نختزله الى اخر مرحلة، معناتها ما نخليهوش قابل للاختزال. معناتها هذا نقدر نقسم كمثال على 2 تعطينا 24 على 6، صح هذا ماشي مطلوب منا، مطلوب منا في السنة الرابعة يقول لك اختزل الكسر إلى آخر مرحلة، ولا يقول لك اكتب الكسر على شكل كسر غير قابل للاختزال، معناتها ما يرجعش قابل للاختزال، صحيح تختزله إلى آخر إلى النهاية. معناتها هايدي خرجنا هذه الحالة الأولى. نروحوا للحالة الثانية. الحالة الثانية اللي هي هذه، مثال تكتب كمثال، تكتب هنا يقولوا لنا اكتب ولا
اكتب هذا، نعطيكم السؤال نخدمها مع بعض. هذا اكتب الكسر 45 على 105 بهذا الشكل. تلقاو الأسئلة تاع الشهادة كتمشيو تشوفوا نفس هذا السؤال. اكتب الكسر 45 على 105 على شكل كسر غير قابل للاختزال. هي لاحظ معايا واش تعمل. تمشي للآلة الحاسبة تاعك، تضغط على 45، عاود تضغط على أ ب على سي هذيك الزر، عاود تكتب 105، بل تكتب 1 عاود 0 عاود 5 هذيك باينة، عاود تضغط على تساوي. في هذه الحالة يعطيوني هذا الكتب، هذه 3 زاوية قائمة ولا هذاك على 7، هذه هي نفسها 3 على 7، أي 45 على 105 تساوي 3 على 7. ها هو دا اختزلناه. كيف اختزلناه؟ ها هو دا احنا كنحاول نحوصو دروك على واش قسمنا باش خرجنا هذه 45، قسمناها قسمة 15، و 105 حتى هي قسمة 15. كم تعرفوا بلي الاختزال باش نختزل الكسر لازم نقسم البسط والمقام على نفس العدد. كي تقسمو 45 على 15 تعطيك 3، وكي تقسم 105 على 15 تعطيك 7. هذه الحالة الثانية، وكان يعطيونا عاود هذا. لاحظ معايا الحالة الثالثة، راني نعطيكم كامل الحالات اللي تقدر تصادفكم في الآلة الحاسبة. عاود يقول لك اكتب الكسر، اكتب الكسر 315 على 150 على شكل كسر غير قابل للاختزال. هيا لاحظ معايا هنا، نمشي نكتب هذه 315، الزر تاع ابي على سي، او نكتب 150. هذه ماشي كا ابي على سي، هذاك الزر اللي وريته لكم. نكتب تساوي، كي نضغط على تساوي هنا دروك تصعبها عليا الاله الحاسبه. بصح نوري لكم انا طريقه العمل. شوف معايا، رايح تكتبها لك بهذا الشكل. شوف فيها 3 تاع الاعداد، 2 عاود هذيك كالزاويه، عاود 1 عاود كالزاويه، عاود 10. هذه دروك هذه كيش نفهمها. لاحظ معايا نوري لكم كيش تخدموها. 2 هاني ماشي نكتبها، هاني نقلها نكتبها هنا. دروك نحاول كلي نفك الشيفرات تاعها هذه، نفهم الكتبه هذه نفهمها. لاحظ معايا، شوف لاحظ معايا دائما الاول، هذا العدد الاول اللي يعطيه لي، هذا الاول اللي يحطه لي، هذا الاول اول عدد، هذا اول عدد على اليسار. لاحظ معايا هذا نحطه على 1، 2 على 1، دائما العدد الاول نحطه على 1. لاحظت معايا، زائد هذه نكتبها زائد. دونك هذا الثانيه، هذا الثاني والثالث نحطه 1 على 10. تلاحظوا معايا هي شويه فيها الخدمه، ماشي سهله كما الاخرى. تشوفوا معايا، شوف الاول العدد الاول اللي على اليسار نحطه على 1، عاود نحطه زائد الكسر الثاني، هذا نحطه في شكل كسر، هذا نحطه في شكل كسر 1 على 10. كيف تشوفوا اي دروك هنا واش نعمل؟ خصني نوحد المقامات، منخليش هذا 2 على 1 و1 على 10، هذا الواحد باش نرجعها 10، خصني نضرب هنا نضرب في، معناتها نكتبها نعيد الكتابة تاعها، 2 على 1 زائد 1 على 10، هي دروك هذا الواحد خصني نرجعها 10، معناتها خصني نضرب في 10 في 10، نوحد المقامات ب 10 باش يولي المقامين بنفس عندهم نفس القيمة. خطر في الجمع لازم نوحد المقامات، أي يولي لي هنا 20 على 10 زائد 1 على 10، وتعطيني في الأخير، تعطيني
كي نجمع الكسرين تعطينا 20 زائد 1 21 على 10. معنتها دروك هذيك 315. تلتمية وخمسطاش على 150 تساوي 21 على 10. كيف تلاحظوا معايا الخدمة تاعها كيفاش نخدم؟ هي شوف معايا هنا لو كنحاول خصني نفهم دروك هادي منين خرجنا. قسمنا من 150 قسمناها على 15. 150 كي نقسمها على 15 عطتنا 10، وحتى 315 كي نقسمها على 15 تعطينا 21. هذا هو هدف ما يخص كتابة كسر على شكل كسر غير قابل للاختزال باستعمال الآلة الحاسبة. شتوها كي سهلة؟ فيها ماشي حاجة صعيبة، ما فيها والو. المهم عطيت لكم كي يكون عندك كي يعطيونا 3 أرقام، لازم الأول اللي على اليسار نحطوه في على 1، وهادوك الثاني والثالث نحط الثاني على الثالث. ايونا واحد المقامات ونخرج تبعوا، ثم تقدروا في الفيديو ترجعوها بشويه بشويه وتحاولوا تخدموا. لاحظ معايا نزيد نواصلوا. دروك ايجاد القاسم المشترك الاكبر، البي جي سي دي اعتمادا على الاله الحاسبه العلميه هذه باستعمال الزر هذا. لاحظ معايا في السابق كنا خدمنا هذيك الخدمه، لاحظ تفوت على نفس المراحل. لاحظ معايا شوف معايا هذه دروك كاستنتاج. حنا من قبل واش عملنا؟ خدمنا 48 على 12 ياك، لقيناها بالآلة الحاسبة كي خدمناها صبناها 4 على 1 ياك. دوك واش تعملوا باش تخرجوا البي جي سي دي؟ بي جي سي دي باش نخرجوه نرفد هذا، نرفد يا اما البسط، البسط الكبير على البسط الصغير، المقام الكبير على المقام الصغير. هي لاحظ معايا كان نرفد 48 قسمة 4، هذا قسمة هذا 48 قسمة 4 تعطينا هنا 12، وكان نرفد 12 قسمة 1 تعطينا حتى هي 12. هذا 12 12 هذا هو البي جي سي دي تاع العددين 48 و 12، هذا هو يساوي 12. لاحظت معايا الفكره؟ نمشيو عاود المثال الثاني، عاود نمشيو المثال الثاني اللي خدمناه. لقينا بالاله الحاسبه لقينا كعندنا 45 على 105، كنا لقيناه في الاخير كي خدمنا بالاله الحاسبه لقيناه 3 على 7. هي دروك واش قلنا؟ نرفد البسط الكبير على البسط الصغير، ونرفد المقام الكبير على المقام الصغير. هي لاحظ معايا نخدمها نفس الخدمه نلقى النتيجه 45 قسمة 3 تعطينا 15، وكي نرفد 105 قسمة 7 تعطينا حتى هي 15. معناتها 15 عفوا، معناتها هنا البي جي سي دي للعددين 105 و45 يساوي 15. نزيد ونواصلو. الأخيرة كعدنا 315 على 150، كنا لقيناها بالآلة الحاسبة لقيناها 21 على 10. نفس الشيء نرفد البسط الكبير على البسط الصغير، ونرفد المقام الكبير على المقام الصغير. هاي 315 نلقاهم كيف كيف، لخاطر احنا في الشرط في الاختزال نقسمو على نفس العدد، وحنا نعرفو باللي باش نختزلو الى اخر مرحلة معنتها نقسم على القاسم المشترك الاكبر. معنتها هادي نخدمها كل يوم يعطيونا بالعكس. قسمة 21 تعطينا هنا 15، وبالنسبة 150 قسمة 10
تاهي تعطينا 15، معنتها ال بي جي سي دي لي 315 و150 تساوي 15. ها هو هذا فيما يخص السؤالين اللي يقول لك أوجد البي جي سي دي لعددين يحطوهم هنا. كان يقول لك أوجدها، لاحظ معي نخدمو مثال آخر باش نزيدو الدرب. لاحظ كان يقول لنا أوجد بي جي سي دي ولا القاسم المشترك الأكبر بي جي سي دي للعددان كمثال 65 و75. لاحظ معايا واش نعمل في هذه الحالة. نمشي نخدم نرفد 75 75 كلي وكأنما نحطه على شكل كسر 75 كبير على الصغر. هذا نمشي نضغط بالآلة الحاسبة تاعي. هذا لاحظ واش نعمل. شوف معايا نكتب 75 في الآلة الحاسبة، عاود نمشي ال A B على C ونكتب 65. نكتب هنا 75 ب A B على C ونكتب 65. تظهر لي على الشاشة هايدي، نكتب تساوي. نكتب تساوي تظهر لي على الشاشة، تظهر لي هذا الشكل هادي على الشاشة، تظهر لي على الشاشة تظهر لي هايدا واحد زاوية قائمة كل قسمة، عود اثنان عود هادي عود 13 تعطيني هذا الشكل. هاد الكتبة قلنا واش كيش نحاولو نفكو الشفرة تاعها. هايدي اثنان انا 13. اي لاحظ معايا قلنا باللي الاول دائما هذا الاول دائما نحطه على واحد، معناتها واحد على واحد. حبه واش ما يهمني واش هنا واش ما يكون عندي، يكون عندي 20 نحطها على واحد، 60 على واحد، 5 على واحد، واحد على واحد. صحيح مهم نحط هذا الاول على واحد، هذه نرجعها زائد، هذه نرجعها زائد. اي هذا نحطه على شكل كسر 2 على 13. يضرب واش يلزمني؟ يلزمني نوحد المقامات مقامين هادو، معناتها هادي نضربها في 13 وهادي نضربها في 13، معناتها تجينا هنا واحد تجينا 13 على 13، هنا تجينا 13 على 13 زائد 2 على 13، 13 عفوا على 13 تساوي. اي ضرب كي نجمع الكسرين بين نفس المقام على 13، 13 زائد 2 تعطينا 15، معناتها يجينا 15 على 15 على 13. نزيد ونواصلو. لاحظ معايا العفو ما لقيتش المكان، نحاول نخدم هنا. تبع معايا دروك معناتها عندي 75 على 65 يساوي 15 على 13. اي دروك انا الهدف تاعي واش هو هذا؟ دروك اختزلت الكسر الى اخر مرحله، دروك خصني نوجد البي جي سي دي. واش نعمل؟ نقسم هذه على هذه ونقسم هذه على هذه، وحده من زوجها. انا نحب نقسمهم بالزوج باش نتاكد الى عندي صح ولا لا، خاطر كنلقى عددين مختلفين في القسمتين كنوجد عددين مختلفين معناتها عندي خطا، خصني نقسم على نفس العدد. معناتها 75 قسمه 15 تساوي، نقوم بها باش نتأكد، 75 قسمة 15 تعطينا 5. عاود نروح ل 65 قسمة 13 تعطينا حتى هي تساوي 5. معناتها هذا هو البي جي سي دي،
معناتها هنا قسمنا على 5 ب 75، قسمناها على 5 صبنا 15، و 65 قسمناها على 5 عطاتنا 13. معناتها هنا البي جي سي دي هو 5، معناتها نديرو كاستنتاج بي جي سي دي للعددين 75 و 65 يساوي 5. لاحظتوا معايا الفكره كي سهله. المهم هذه هي الحالتين. انا عاودت لكم الحاله الثالثه اللي هي شويه صعيبه، خدمتها لكم مرتين. ثم نحاولوا في فيديو، الى ما حاجه صعبت عليكم ولا حاولوا رجعوا الفيديو مره ومرتين حتى تقبلوا الفكره. المهم هذه الطريقه ما معمولاش باش تحل بها بالاله الحاسبه، تحط نتيجه مباشره ما عليهاش تنقيط، بصح تساعدك في التأكد. معناتها كي تخدم تمرين وتمشي تشوف بالآلة الحاسبة تلقى روحك عندك النتائج هي، معناتها هنا بصحتك الثلاث نقاط تاع التمرين. معناتها في الشهادة بعض الأحيان حطوا فيها التمرين على ثلاث نقاط ونصف ولا ثلاث نقاط، معناتها تكون ضامن الحل، ما تبقاش تبحث على شكون اللي يقول لك إذا لقيت صح ولا لا. تمشي للآلة الحاسبة تقوم بها بالخف تخرج النتيجة، وتقدر تعملها في البداية باش كي تمشي تخدمها بالقسمة الإقليدية ولا بالطرح المتسابعة ولا النتيجة تكون عندك في الذهن تاعك، تكون موجودة، يبقى لك غير تخرجها. معناتها تخدم بثقة، خاطر احنا التلاميذ تاعنا ماشي ما يعرفوش، عندنا مشكل في الثقة، دايما حاسين رواحهم ما يعرفوش. كي تمشي للآلة الحاسبة وتخرج النتيجة، معناتها دروك انت كي تحل وكتستنى في هذيك النتيجة، معناتها كي تخرج تفرح وتقول تزيد لك وحدة، تعطيك وحدة تشجعك بس تزيد تكمل التمارين الاخرين وتعاونك. المهم ان شاء الله ربي يوفقكم ويعاونكم ونجح ان شاء الله. شكرا.